بجامعة زين عاشور بولاية الجلفة استنبتت مشتلة بيت التجارب عددا نموذجيا من أصناف البذور العطرية والطبية ذات البعد الاستراتيجي. التجربة تندرج ضمن مخطط تعزيز الجانب التطبيقي لنشاطات الطلبة وتمكينهم من بعض مؤسساتهم الناشئة. تم وضع حيز الخدمة هذا البيت الذكي، هذه المشتلة الذكية بيت التجارب على مستوى جامعة الشهيد زين عاشور بالجلفة، والذي سمح للعديد من الطلبة بالقيام بأعمال تطبيقية في مجال الفلاحة والبيولوجيا. مشاريع كانت في السابق ممكن نظرية، لكن الآن راهي عملية تحت تأطير خيرة أساتذة الجامعة. ومن جهة أخرى أيضا سمحت هذا المشتل الذكية سمحت أيضا للكثير من الطلبة من الانخراط بقوة في القرار 1275، الذي سمح لي هذه المشاريع أن تكون يعني في إطار المؤسسة الناشئة. توفير الظروف الملائمة لتشتيل البذور وتكييفها مع الظروف المناخية للمنطقة سمح بتحقيق نتائج إيجابية في غراسة الزعفران، الأرجان، التوت البري، بالإضافة إلى إنتاج شتلات أشجار الخروب الحاملة لصفات خاصة بالمنطقة. بالنسبة للأمور اللي نركز عليها، نجيبوا دي فاريتي خارج هذا الميليو المناخ، هذا صحراوي شبه صحراوي، نجيبوا شتلات ولا بذور ولا نحاولوا نديروا لها لادابتاسيون في المنطقه نتاعنا هنايا. المحاور الكبرى اللي منها الخروب والارغان والزعفران، هذو راهم استراتيجيه يعني تاع دوله للمدى الطويل. والزعفران حاليا تحصلنا على كميات وراه انتشر يعني بنسبه ملحوظه في الولايه، ماذا بينا نزيدوا نكثروا حتى تولي يعني هناك منافسه، يكون انتاج اقتصادي. فيما يخص الخروب ايضا اعتمد من طرف الدوله الجزائريه، وبدا تاهيل السد الاخضر في المنطقه هنا بزراعه مساحه مهمه من الخروب، ركزنا عليه بتجربه هنايا، نحاولوا اننا نطعموا اشجار الخروب بانواع يعني جيده. هي تجارب ناجحة في الاستنبات النموذجي بجامعة الجلفة ستسمح بتطوير غراسة عدد من أصناف البذور ذات البعد الاستراتيجي، والتي من شأنها ترقية الإنتاج المحلي وتنويعه.